يسأل أيضا عن النائم عندما يموت، يقول هل يشعر بآلام الموت كما لو كان غير نائم؟ وبمعنى آخر، ما الفرق بين الموت لمن كان نائما وبينه وبين من كان مستيقظا؟ وهل من مات نائما يعتبر أفضل عند الله، لا سيما إذا نام متوضئا متشهدا وعلى طريقة سليمة ذاكرا لله سبحانه وتعالى؟ وكان آخر كلامه من دنيا شهادة الحق. الموت الله أعلم بأحواله وما يلاقي الميت عند خروج روحه، سواء كان نائما أو مستيقظا، هذه من الأمور التي لا نعلمها. وأما أنه إذا مات في النوم ومات وهو نائم هل هو أفضل؟ نعم، جاء في الحديث أن المسلم إذا قال إذا نام متوضئا على جنبه الأيمن وقال اللهم إني وضعت جنبي إليك وأسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك خافة ورهبة إليك، لا نجا ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، ولم يتكلم بعد هذا الدعاء بكلام ونام على ذلك، ثم قبضت روحه في منامه أنه يدخل الجنة كما جاء في الحديث. وكذلك من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة كما جاء في الحديث أيضا. فهذه لا شك أنها خاتمة طيبة، ويرجى لمن مات كذلك يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وكانت آخر كلامه. وكذلك من قال هذا الدعاء عند نومه ووضعه جنبه على الأرض وعمل بإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم له في ذلك فإنه يرجى له دخول الجنة، لأن هذا من أسباب دخول الجنة. جزاكم الله خيرا.